مساعدة وتواطؤ من ميليشيا الحشد حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا يوسع وجوده في العراق ويتمدد داخل محافظه التاميم بحسب مصادر رصدت انشطه له في المحافظه في تطور قد يؤدي الى جر المدينه لتوتر امني على غرار ما يحصل في سنجار وبلدات اخرى شمالي العراق مسؤولون امنيون من كردستان العراق اكدوا ان ميليشيا حزب العمال المصنف ارهابيا يعتمد استراتيجيه البحث عن المخابئ الهادئه اضافه الى تدعيم قواته بتجنيد المزيد من العناصر على الرغم من الرفض المحلي الكبير لمخططاته في محافظه التاميم وبحسب المسؤولين فان ميليشيا العمال الكردستاني المصنف ارهابيا يتلقى دعما من ميليشيات الحشد التي تنشط داخل مدينه كركوك وأقدم أخيرا على إيجاد مقر له في أحد أحياء المدينة فلم تعد هذه الميليشيا محصورة في سنجار ومناطق جبال قنديل لكنها تمددت في مناطق أخرى مثل شيخان وبعشيقة وسهل نينوى إضافة إلى بعض المناطق في محافظة ديالى القريبة من السليمانية ومنها خانقين وجلولاء وكلار ناهيك عن الانتشار الأخير الذي بدأ من جمجمال في السليمانية وصولا إلى أطراف مدينة كركوك يجري ذلك مع مواصلة القوات التركية عملياتها العسكرية داخل العراق منذ منتصف نيسان الماضي والتي تستهدف مسلحي العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في مناطق قنديل وزاب وحفتانين وسيدكان ومخمور وسنجار ومناطق أخرى حدودية شمال العراق غياب سيادة الحكومية في العراق جعل البلاد مسرحا للميليشيات التي تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة ومنطلقا لشن الهجمات على دول الجوار وزياده زعزعه الاوضاع الاقليميه